هنأ النجم المصري تامر حسني زوجته المغربية بسمة بوسيل على نجاحها وتألقها أثناء مشاركتها بمجموعة أزياء من تصميمها في أسبوع الموضة في لندن. ونشر تامر حسني جزءا من عرض الأزياء عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، وهو ما لاقى ردود أفعال رائعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على تداول مقطع الفيديو الذي يرصد الواقعة.